يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. بنجدد التهنئه لكل محبي وعشاق النادي الاهلي في كل مكان في العالم. طبعا احنا مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا وفرحتنا بنجومنا، نجوم النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه رافعين يعني رايتنا ورافعين راسنا لفوق ودايما مفرحينا بانتصاراتهم الجميله اللي طبعا ما بتنتهيش. امبارح طبعا حضراتكم اكيد تابعتوا معانا مباراه قويه جدا، يعني حقق من خلالها النادي الاهلي فوز غالي كالعاده عن جداره واستحقاق امام فريق طلائع الجيش. احنا معانا في الفقره دي واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، وهنتكلم معاه عن مباراه الامس وعن رؤيته للي جاي باذن الرحمن وكتير جدا من التفاصيل. منورنا ونور حلقتنا النهارده كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك ومشرفنا. صباح الخير يا كابتن، اهلا بحضرتك. انا هبدا بقى مش شايف المباراه ازاي من الناحيه الايجابيه، انا هبدا من السلبيات اللي حضرتك كنت شايفها امبارح. هو قبل السلبيات لازم نقول ان الموسم ده كان الاصعب والاكثر نجاحا. احنا دلوقتي زي ما انت قلت في المقدمه بايرن ميونخ وبرشلونه احنا بنتساوى معاهم. الموسم ده كان صعب ولولا فضل الله ثم اصرار اداره النادي الاهلي على استكمال الموسم. كان في حوالي 14 نادي ما كانوش عايزين الموسم يكمل. أربع خمس أندية على رأسهم النادي الأهلي أصروا إن الموسم يكتمل، طبعا مع الإدارة مع الدولة مع وزارة الشباب مع اللجنة الخماسية اتخذ القرار. ما أعتقدش إن في حد اتضر، بل بالعكس في بيوت كتيرة كانت هتقفل، لأن المنظومة في كرة القدم فنادق وملاعب وعمال ومطاعم ومحلات ملابس حاجات كتيرة جدا كانت هتقف. هل يعني اصرار النادي الاهلي على استكمال البطوله ده مبني على جاهزيه الفريق وكل لاعبيه، ولا مبني على فكره تعطش النادي الاهلي المعتاد للحصول على المزيد من البطولات؟ لا ده اكبر من كده. ده نظام دوله، سمعه دوله، دوري ما يكتملش العالم كله الدوري يشتغل فيها. هنبقى احنا من الدول القليله قوي اللي ما لا، ده كان قرار سياسي مش رياضي. انت عندك بطولات كتير قوي. البطولات الكتيرة دي قوي، البطولة دي ما كانتش هتضيف عليها. هي طبعا حاجة مهمة، لكن كان الأول إن أنا ببص إن في بيوت بتتفتح، إن في منظومة هيبقى سلبياتها كتيرة جدا، ما كانش حد يعرف مدى السلبيات اللي كانت هتبقى موجودة لو الدوري ده ما استمرش. مش حكاية بطولة أو حكاية إن الأهلي عايز يضيف بطولات، لا. القرار ده طبعا قرار كان موفق جدا، وأعتقد إصرار النادي الأهلي مع القرار من الدولة ثم طبعا المنظومة كلها ابتدت تنجح. اللي كانوا رافضين النهارده بيشيدوا بالقرار. طب 14 نادي وعاملين طلب. لا احنا فاكرين لو احنا بقى انسخنا وراهم والنادي الاهلي انسخ وراهم طبعا كان الموضوع هيبقى مش مظبوط. بالنسبة لسؤال حضرتك بالنسبة للسلبيات، الحقيقة مش شايف أي سلبية امبارح. كويس. لأنه في خلال 10 او 15 يوم طبعا الدوري انك بتاخدي افريقيا بعدين تلعب السيمي فاينل، تلعب الفاينل دي صعبه جدا مع الكورونا مع الاصابات مع طبعا. احنا بنشوف اي فريق بيجي يلعب النادي الاهلي بيبقى يوم المنى عنده، حتى تلاقي الالتحامات فيها كده يعني فيها عنف شويه. غير طاهر امبارح خد رصيه طبعا. يعني شفنا الالتحامات كانت قويه جدا. هو ماتش قوي فعلا كان امبارح ماتش قوي، لكن انا شايف المباراه كانت يعني بالنسبه للاجهاد اللي النادي الاهلي كان عليه مع تتابع المباريات. وبعدين لما اكون انا فرحان قوي واخد بطوله غايبه عني قوي كتير سبع سنين ثم بعدها بيومين مع الفرح والناس بيروحوا بقى التلفزيونات والبيوت كلها فرحانه، اللعيبه ما اتمرنتش تقريبا، ما نامتش تقريبا، وبعدين بتلعب مع الاتحاد، وبعدين يومين ثلاثه تروح لاعب. هي دي سياسه يعني الخطيب دايما، هو كان حريص في كل تصريح بعد الفوز يا جماعه مش عايزين نزود فرحه يعني الفوز وكده، احنا عايزين نركز في اللي جاي، نركز في اللي جاي. فدي هي دي السياسه اللي احنا ماشيين عليها في الاداره كمان، في اداره النادي. وده احساس اللاعب لما يكون رئيس النادي عنده لعب وعارف ان البطوله وعارف ان النادي الاهلي خلاص بيفرح ليله المباراه او تاني يوم خلاص، بعد كده خلاص اقفل ونخش على اللي بعده. صحيح. لان احنا جمهورنا طماع،
من النوع الطماع. ايوه بس ما بنلحقش نفرح برضه يا كابتن، يعني ما بناخدش وقتنا كده في التعبير عن الفرح. ما انت لما تمشي في الشارع تلاقي الناس كلها مبسوطه على الرغم مثلا زحام بتاع حاجات من دي، انما الناس بتبقى منشرحه. صحيح. في كل مكان يبقى مبسوط لان دايما النادي الاهلي دايما جمهوره يعني متعطش للبطولات. طب عايز اسال حضرتك على مجموعه لقطات، طبعا امبارح كان في لقطات كثيره جدا جديره بالتوقف عندها وتاملها، بس انا هسال حضرتك على مجموعه لقطات كده وتقول لي كنت شايفها ازاي، عينيك كانت شايفاها ازاي ووجدانك كان مترجمها في صوره ايه. مثلا لقطه كهربا ودموعه بعد المباراه، لقطه قفشه وهو بيتصور مع الكاس وبيعمل بايده علامه ان ده او دي البطوله الرابعه اللي بحصل عليها مع النادي الاهلي في زمن قصير، لقطه زي مثلا مشاركه بدر بنون. كنت لسه بقول لنهواند من شويه الراجل ده يعني جه يعني اتمرن تمرينتين ولعب ماتش ساعتين وخد بطوله. النوع ده من اللقطات بتقف عندها حضرتك ولا بتقف يعني مركز في المجمل؟ هو بالنسبه لبدر طبعا هبتدي بيه، ده راجل جاي من بلده من المغرب. امبارح هو بيلعب يا كريم تحس ان هو بقاله 3 4 سنين انا هو في انتماء لا لا تحس ان هو يعني انسجام مع ايمن مع هاني مع معلول. صحيح. مع يعني بيبدا الكوره من تحت، وطبعا موسيماني اختاره والنادي ولجنه الكوره وكابتن الخطيب اختاروه بعنايه، راجل الطول الكرات العاليه كلها كان واخدها. هو داخل ضربه جزاء انا بصراحه حط ايدي على قلبي لان ضربه الجزاء دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه له وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، فطبعا حطها باقتدار، فتحس ان هو دخل المنظومه بسرعه جدا يمكن اسرع من اي حد، حتى لو لاعب مصري ما كانش هيدخل بالسرعه دي. على فكره زي ما موسيماني نفسه دخل في المنظومه وفي تاقلم حصل بشكل سريع، دي ميزه النادي ده بقى. النادي ده تخش تحس ان يبقى واحد من العيله على طول، تحس انت دخلت عيله، العيله دي على طول اتفضل معانا الغدا. صحيح. اتفضل كذا، خلاص بقى واحد من العيله بيبات معاهم. فهو بالنسبه لبدر على صفقه ناجحه بكل المقاييس. بالنسبه طبعا لقفشه انا زعلان منه طبعا لان ضرب ليه ده مصر كلها حباك. لا 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 زعلان منه امبارح، لا لا امبارح كان المفروض يعني انا واخد ثقه، انا هوند واخد ثقه جامده جدا. صح. بعد الجول اللي جابه في نادي الزمالك والكلام ده كله في ضربات جزاء ودي بطوله. لازم اكون مركز اكتر من كده شويه يعني، وانا داخل على اسددها لازم برضو ايه استنى شويه، ودايما اللي بيخش يلعب ضربات الجزاء ما بيتسرعش اول ما الحكم بيصفر، بياخد اجزاء من الثواني كده يشوف الجول واقف فين بيتحرك ازاي، يبص في عينيه يعرف هو هيتحرك فين، يبص الرجل من رجليه. حضرتك شايفه تسرع يعني نقدر نقول دخل متسرع وكان ممكن يعني هو لعيب كوره طبعا عادي جدا. رائع. شفت الجول، الجول راح يعني ناحيه الشمال، لو هو حطها بالراحه ناحيه اليمين. انا بقول دي الحاجات دي ليه؟ علشان دايما احنا كمدربين بنعلم اولادنا حاجه زي دي مهمه جدا اللي كان هتفرق معانا جدا يعني. بالنسبه طبعا كهربا هو قال اربعه كقفشه. لو قعد 40 سنه يلعب في اي نادي تاني ما كانش خد بطوله. النهارده رفع في منهم بطولتين في اسبوع، بطولتين في اسبوع تقريبا، بطولتين يعني كبار قوي. طبعا يعني بطوله افريقيا دي هو طبعا. بمناسبه برضو الكلام عن ركلات الجزاء الترجيحيه بحكم خبره حضرتك في الملاعب، هي بتبقى نسبه الحظ فيها قد ايه ولا ما تقدرش يعني تحدد نسب بعينها؟ شوف انا بقول ان هي بالنسبه للحظ بتبقى 10% كده، انما 90% ثقه وتدريب، ثقة وتدريب. لأن أنا ببقى شايف مركز ثقة للاعب فين. أنت حارس مرمى، أنت وزنك 80 كيلو 70 كيلو، وبمجرد ما أنت ال 70 كيلو دول راحوا على الرجل اليمين علشان تجيبهم على رجلك الشمال عايزة جزء من الثواني. أنا كلاعب لازم أبقى دارس دي، زي ما عمل علي لطفي امبارح. عمل إيه؟ دخل وشاف على ضربات الجزاء بيلعبوها إزاي، وبيعرف اللاعب دايما بيسددها فين علشان يقولها للشناوي. دي كلها حاجات دراسه الى جانب التمرين، الى جانب قبل التمرين كمان الثقه. اوكي. انا ببقى داخل طبعا الملاعب دلوقتي بتاعتنا فاضيه، انما لما يكون في 100,000 وفي 120,000 دي طبعا بتخلي الواحد اعصاب، وبعدين ضرب الجزاء بتجيب بطوله. فلازم وانا داخل لازم يبقى عندي الثقه في الله ثم في نفسي ثم الحاجات بقى اللي هي الاسباب، ان انا ابقى شايف الجول بيتحرك ازاي، عارف مركز ثقله بيروح فين،
كل الحاجات دي بتيجي نتيجة التمرين المستمر. بعد كل تمرين حتى في الأيام العادية على طول باخد المجموعة اللي بتشوط ضربات الجزاء وخليها تعمل تدريب على ضربات الجزاء دي. بالنسبة للكهرباء برضو كهرباء بقاله كم سنة بيلعب برضو ما خدش بطولات. عملية البكاء دي لأنه جاب جول حلو قوي من ولي من أيمن أشرف لمروان، مروان بيطلع يحطها له كأنك أنت بتلعبها بإيدك. هو لمها كويس قوي، عمل فينيشنج رائع الحقيقة، لمها كويس قوي بحيث إن هي الراجل المدافع لما هيجي عليه يكون هو خدها بعيد عن رجليه صحيح وراح حاططها في الزاوية البعيدة. ده برضه بتنقله نقلة. الجمهور كان واخد فكرة إن كهرباء في عصبية وفي لا، اتضح إن هو في ثقة وبيرجع حب الجماهير وثقة الجماهير فيه. فالبكاء ده بكاء فرحة وبكاء ثقة. وبرضه خد كام بطولة كهرباء في خلال مدة قصيرة جدا. جميل جدا. طيب ليه أنا سألت حضرتك في البداية عن لو في أي سلبيات شايفها؟ الواحد بيحب دايما كده برضو يقيم نفسه. البعض قال إن يعني لما حلل قال لك برضو الأهلي ضيع كم فرصة امبارح، يمكن حارس يعني حارس المرمى محمد بسام برضو قوي، ما نقدرش نقول إن هو أصلا الفريق كله قوي. بنتكلم برضو زي ما يعني قلنا في الانترو، هو نادي قوي جدا أو فريق قوي جدا، قدر يخرج بيراميدز، قدر يخرج الزمالك، فإحنا بنخش في تنافس مع يعني فريق له ثقل. والمباراة كانت كمان أكبر دليل على ده، ما كانتش مباراة أكيد سهلة، كانت مباراة قوية جدا. فهل حضرتك برضو شايف نفس التحليل ده، فكرة هنا إن في فرص ضاعت من الأهلي لحد كبير؟ في كل ماتش، إحنا الماتش اللي فات ماتش الاتحاد مضيعين، في ماتش الزمالك امبارح على سبيل المثال قفشة جول تقريبا اتلعبت له، مروان لعبها له بالعرض تقريبا، مفيش حد كان ممكن دي فرصة واحدة من مروان طلعها الجول ببراعة جدا. في فرص كتير الحقيقة ضاعت مننا، بس هم عارفين انه طارق العاشري بيلعب بطريقة معينة. الطريقة دي هو طبعا فرقة كبيرة وفرقة قوية جدا وفيها عناصر ممتازة صحيح، لكن بيلعب بطريقة مش ممتعة. بمعنى ايه؟ يعني لو تشوف انت حارس المرمى وخط الظهر كل الكرات عليها، الكره العاليه دي انتهت من العالم كله، مش موجوده في العالم كله ان انا جولي يروح شايط. يعني لو طبعا اكيد بتتابعوا طبعا المشاهد ده كنا بنشوفها زمان اكتر بكتير صحيح. مفيش، كان يقول لك الكره الانجليزيه الراجل يروح واخد الكره يروح مديها وراس الحربه يطلع وخلاص، مفيش المتعه مفيش الجمال، ثم بيدافع بثمانيه او بتسعه. فطبعا دي كلها عمليات يعني تعبتنا شويه في ظل الارهاق اللي كان موجود عندنا. ما فيش شك ان الكره اللي هي مش ممتعه دي، وفي نفس الوقت من البدايه كان في سنه عنف شويه او سنه خشونه شويه، فيها فرص كبيره للالتحام، كان فيها التحامات كان فيها التحامات شديده شويه. وطبعا انا مع الحكم ان هو من البدايه وماتش زي ده فمش بيدي انذارات بسرعه، بيدي فرصه مره واثنين وثلاثه، لكن العمليه زادت كتير. عمرو السوليه طبعا دخل فيه مرتين ثلاثه، مروان في كل كوره عاليه كان دايما الكوع والخط في الظهر والحاجات دي مع الارهاق، فدي طبعا كلها اثرت على الاداء شويه. لكن لما تشوف الاستحواذ يعني الاستحواذ احنا حاجه و70 هم حاجه و30، نتيجه انه انت بتلعب كوره اكيد موسيماني مش عارف انت هتعمل ايه. يعني ما بتجيش من تحت تحس ان انا، لان طبعا طارق عارف ان الاهلي هيضغط من تحت، هو بيمنع دي فيروح عامل الكره الطويله. اللي نجحنا كمان ان احنا طب انا ممكن استاذنك عشان يعني ادي حضرتك المساحه تشرح لنا دي اكتر، بس ناخد على التليفون لان هو معانا بقاله شويه كابتن شطه. يا كابتن صباح الفل ومبروك. اهلا وسهلا، الله يبارك في حضرتك. اهلا بيك. يعني كابتن عادل تعيمه معانا، وكنا بنتكلم دلوقتي عن المباراه بالامس وكنا بنحاول نحلل كده المباراه. صباح الخير يا كابتن عادل. صباح الخير يا كابتن. اهلا وسهلا، مبروك علينا وعليك. مبروك عليك يا حبيبي النادي الاهلي. حقيقه امبارح انا اتفرجت على المباراه دي لاول مره من فتره طويله في النادي الاهلي بالجزيره الشاشه الكبيره، وكنت وسط الجماهير يعني وسط الاعضاء. حقيقه كانت لحظات بالنسبه لنا صعبه جدا، لان في كان في تفاوت في اداء
النادي الاهلي الى ان طبعا ربنا كرمنا وكسبنا، لكن طبعا انا ما اقدرش احلل المباراه ومعاك كابتن عادل كابتني ومدربي و يعني استاذي انا اتكلم على الشعور العام يا كابتن عادل والناس ازاي كانت مترقبه هذه اللحظات، خصوصا لما طلع الجيش تعادل في اخر دقيقه من الوقت البدل الضايع، والتوتر والجماهير كانت حقيقه او الاعضاء اللي في النادي كانوا مسدودين بشكل غير مسبوق يعني، وكانت بالنسبه لنا هذه البطوله مهمه جدا جدا جدا. فالحقيقه يعني الى اخر يعني ضربه جزاء كان الجميع يعني في حاله ترقب شديده جدا، وعند الانتصار طبعا والمكسب كان النادي ده بشكل يعني احتفال كبير جدا، واكيد الاقراض الاهلي رصدت هذه اللحظات طبعا اكيد يعني. طبعا احنا لحظه بلحظه مغطيين ومراسليننا موجودين في كل مكان، بنحاول طبعا ان احنا ننقل للمشاهد الاجواء والكواليس اللي كانت بتحصل زي ما بنقول كده لايف. بس طبعا حاجه جميله، وبنتكلم كمان كابتن شطه يعني بطوله ورا بطوله ورا بطوله، حاجه جميله جدا. ويمكن زي ما انا وكريم تحدثنا برضو في الانترو، يعني الاهلي حقيقي بيدخل السعاده على الناس كلها، فده شعور من زمان من ايام حضراتكم برضو ما كنتوا موجودين المستمر، واعتقد هيستمر كمان للاجيال اللي بعد كده، فدي حاجه ربما بتميز الاهلي بشكل كبير. احب برضو انا كمان اضيف على كلامك ان انا بشكر طبعا اللاعبين، طبعا اللاعبين صبروا صبر كتير جدا بعد الهدف التعادل، وكان هناك يعني نوع من الـ 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 الشعور بانهم لازم يعني يتفوقوا على نفسهم، وفعلا هي ادوا اداء يعني تحملوا المسؤوليه كامله داخل الملعب مع المدرب موسيماني. الجماهير يعني صبرت الى اخر لحظه، بحيي طبعا مجلس الاداره، بحيي الاعضاء، بحيي الجماهير، بحيي كل من وقف امام هذه الانجازات، يعني بحيي الهيئه الروح الفنيه الحمراء من خلال كل الناس القائمين على هذا الانجاز الكبير، واتمنى الاستمرار ان شاء الله في بطوله السوبر الافريقي عشان نكون هناك يعني حوافز او دافع لنا في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. بحيي كل الجميع حقيقه، وبشكرهم كمان حقيقه على صبرهم وعلى وقوفهم مع النادي الاهلي حتى اخر لحظه، في ايام حقيقه لازم نقضيها ونحيي فيها الجميع ان شاء الله. واحنا بنشكر حضرتك بدورنا، شكرا جزيلا، سعداء لمداخله حضرتك معانا كابتن شطه. كابتن كبير نورتنا وشرفتنا، ومستمرين في فكره هنا الانتصار والبطولات الجميله اللي الاهلي بيقدمها لنا حقيقي، واللي بيسعدنا من جو يعني من قلوبنا حقيقي، بنبقى فرحانين بننام ونصحى زي ما بنقول سعداء رغم اي صعوبات الواحد بيواجهها. بنتكلم في بطولات ورا بعض جت حاجه جميله جدا، بنتكلم على الدوري المصري، بنتكلم دوري ابطال افريقيا، بعد كده كاس مصر، وان شاء الله السوبر الافريقي. كابتن عادل بنرحب بحضرتك مره ثانيه، ودايما بنقول اللي بعده، يعني احنا خلاص عدينا دلوقتي مرحله ومرحله رائعه جدا الحمد لله، اللي جاي بقى بنتكلم على السوبر الافريقي والماتش اللي جاي ونهضه البركان، خلينا بقى نتكلم من هنا. وبقى في نهضه البركان ثم السوبر المصري. ده لسه. دول بطولتين، وبعدين هنبدا الدوري، وبعدين هنبدا بطوله افريقيا اخر ديسمبر مع فريق من النيجر اظن او حاجه، الماتش هيبقى هناك. بس نهضه البركان في مصر. في مصر بس لسه اظن ما حددوش الملعب، اما في استاد السلام الاهلي او في برج العرب. دايما واحنا بنشتغل مع اللعيبه بندي لهم دايما حوافز اضافيه، يعني لما نقول لك ايه انت تاخد الدوري كفايه، لا تجيب لي كام جول، 90 جول. تجيب لي كام نقطه، ما انت ممكن تاخد الدوري ب 60 نقطه. صح. لا انا عايز 90. المره دي عندنا ريال مدريد متفوق علينا يمكن باربع او ثلاث بطولات، احنا عندنا النهارده اظن 21 بطوله على مستوى القارات، في ال 27 هم 26، لما ناخد ان شاء الله السوبرين اللي جايين الرباعيه والخماسيه بقى اهو كده، فيبقى بنحفز اللعيبه ان احنا نتفوق على ريال مدريد في عدد البطولات القاريه، فدي برضه بتبقى حافز للعيبه انك انت تبقى اكبر نادي في العالم حاصل على بطولات القاريه، فطبعا دي كلها حوافز بتضاف للعيبه النادي الاهلي. والنادي الاهلي بتاريخه بجماهيره انا بعتقد فريق نحط كتف كتف كده مع الانديه الكبيره في افريقيا، ثم في اوروبا. النادي الاهلي افضل من انديه كتير جدا في اوروبا، شعبيته وادائه وتاريخه الكبير
دي بتدي مسؤوليه اولا لاداره النادي اللي بتجيب اختيار المدير الفني على كفاءه عاليه جدا، اختيار اللعيبه اللي عندهم الشخصيه اللي تناسب النادي الاهلي. المنظومه دي كلها بتبقى ناجحه لما الاداره بتختار مدير فني كويس ممتاز يختار لعيبه، يبقى المنظومه ماشيه صح. بعكس بعض الانديه بيختار مدير فني لمجرد ما هو اختار بيجي هم اللي يجيبوا له لعيبه، فتبقى المنظومه دايما فيها خلل. النادي الوحيد الحمد لله المستمر على الكلام ده النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ما بيتعاملش مع الجهاز الفني ولا مع اللعيبه من خلال نتيجه مباراه. لما نتغلب في صن داونز 5 تلاقي رئيس النادي مقابل اللعيبه، الكابتن خطيب مقابل اللعيبه فين؟ في المطار. لما يخسروا من الزمالك يقابلهم في المطار، يقابلهم ويروح يقعد معاهم يكلمهم. ليه؟ ما بيتعاملش بالقطعه، بيتعامل بالموسم. زي المانيا كده بتتعامل مع المدير الفني، انتوا عايزين تمشوه ليه؟ ده الراجل عمل لنا نجاحات 1 2 3 4، عايزين منه ايه؟ لا يروحوا مجددين له. النادي الاهلي بيعلم بقى الناس، النادي الاهلي بيعمل الكلام ده من كام سنه؟ من كتير قوي. فده طبعا البطولتين اللي جايين بيحفزونا ان شاء الله لان احنا نوصل للمرحله اللي احنا نتمناها ونتفوق على ريال مدريد في عدد البطولات. ودايما اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندهم الاحساس بنبض الجماهير ان انا على طول باستمرار بطولات بطولات، علشان الناس دي مش هتشبع زي ما هي بتاكل وتشبع، لا احنا مش هنشبع بطولات صحيح، في دي حاجه منتهيه يعني. احنا هنستاذن حضرتك ان احنا ناخد التليفون اللي جاي ونهني صاحب التليفون اللي معانا. كابتن فتحي مبروك، صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. صباح الخير يا كريم، صباح الفل حبيبي، ازيك؟ الله يخليك يا فندم، احنا زي الفل طول ما انتوا زي الفل. صباح الفل يا كابتن، وطول ما النادي الاهلي زي الفل ورافع راسنا ورايتنا في كل المحافل الرياضيه. مبروك يا كابتن، وعايزين نعرف بقى برضو كنا بنتكلم من شويه على فكره هي سمة غالبة الحقيقة على النادي الأهلي، واضح إنها من قديم الأزل، فكرة إن إحنا ما بنلحقش نفرح قوي لأن إحنا عندنا هدف تاني بعد اللي إحنا حققناه، عندنا بطولة تانية بعد اللي إحنا خدناها، فواضح إن دي يعني حاجة في جينات لعيب النادي الأهلي، ولا إيه الحكاية يا كابتن فتحي؟ لا وطبعًا أولًا معلش كريم، أنا ببارك لأعضاء مجلس الإدارة على الفوز بالكأس، جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين هذا الانجاز الرائع اللي حققه النادي الاهلي في خلال يمكن مش عايز اقول اسبوع 10 ايام بياخد بطوله الانديه الافريقيه وبطوله الكاس، فده انجاز في حد ذاته. اذا كنا بنتكلم على دائما النادي الاهلي نادي من نادي البطولات، يعني النادي دائما نادي الاهلي نادي البطولات لانه دائما عنده رغبه سواء جهاز فني سواء جماهير سواء اعضاء مجلس اداره كل الدنيا عندها رغبه النادي الاهلي دائما محرزا للبطولات، ودي بتسعد جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل ما يعشق النادي الاهلي. صحيح صحيح. طيب اللي جاي بقى باذن الرحمن، وكنا لسه بنتكلم مع كابتن عادل طيبه من شويه انا ونهاوند عن كاس السوبر الافريقي ومباراه نهضه البركان، رؤيه حضرتك للي جاي ان شاء الله. لا وطبعا النادي الاهلي يعني خلاص النادي الاهلي عنده خبرات عاليه قوي، النادي الاهلي عنده خبرات في الاجهزه الفنيه اللي بتمسك، عنده خبرات ايضا في اللعيبه، عنده خبرات في التخطيط للي جاي ايه. يعني كل هذه الامور الجهاز الفني واثق تمام الثقه، اذا كان بيدي راحه سلبيه للعيبه النهارده فيبتدي يشتغل على ان شاء الله مباراه السوبر وهيدرس كويس قوي، لان برضه خلي بالك الاجهزه الفنيه بيبقى عندها النهارده كل معلومه عن المنافس. طبعا. فالنادي الاهلي هيبتدي يدرس السوبر الافريقي كويس، هيبتدي يدرس نهضه البركان كويس، عنده يعني عنده من المعلومات الكافيه على اسلوب وتكتيك واداء ولاعبي نادي نهضه البركان. كل هذه المنظومه خلاص احنا بننسى الكاس، ودي دايما يمكن الكابتن الخطيب طلع في احتفاليه يمكن الانديه الافريقيه بطوله الانديه الافريقيه وقال ننسى هذا الانجاز ونفكر في اللي جاي. فالنادي الاهلي دايما بيفكر فيما بعد، بيفكر في البطوله اللي جايه ان شاء الله يعني. طيب كابتن فتحي، يعني بنتكلم برضو لان دي نقطه مهمه، يعني بطولتين في اسبوع تقريبا مفيش راحه، تركيز، ضغط على اللعيبه، ولكن الحمد لله يعني زي ما بيقولوا اداء رجولي في الملعب. برضو ده حضرتك لو هسالك هيرجع ليه اللعيبه ولا هيرجع الجهاز الفني ولا هيرجع لمجلس الاداره ولا هيرجع لكل اللي انا ذكرته ده؟ لا هي كل بص هي المنظومه الحمد لله منظومه النادي الاهلي كامله، يعني حتى الكابتن محمود المديد واحد بيتفرج على التمارين، بيتفرج على المباريات، اعضاء مجلس اداره، كل هذا بيحث اللعيبه على انجاز، بيحث الجهاز الفني على انجاز.
فالمنظومه الحمد لله منظومه متكامله في النادي الاهلي. اللعيبه نفسها عندها رغبه في احراز بطولات، لان برضه هم عاشوا اجيال قبل كده، اجيال قبل كده جيل السبعينات والثمانينات والستينات، كل ده حقق بطولات. فمن حق هذا الجيل ان يحقق بطولات للنادي الاهلي عشان تبقى حتى في السي في بتاعته ان يحقق بطولات مع النادي الاهلي، ودي بتبقى رغبه جهاز فني ولعيبه يعني. ان شاء الله جميل. المزيد من النجاحات والمزيد من البطولات. كابتن فتحي مبروك، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصباح الفل عليك، وعوده كابتن عادل صباح الفل على حضرتك يا فندم. قبل بس ما نخوض بقى في التفاصيل مباراه الاهلي ونهضه بركان الفتره الجايه ان شاء الله، حضرتك في الفاصل اللي فات كنا بنتجاذب كده اطراف الحديث، وكنت عملت ستريس على حته ان في بعض الاحيان ما بتبقاش راضي قوي، انت بتتكلم على كره القدم يعني بشكل عام، لما يكون اللعب فيها ما فيهاش جمل حلوه، ما فيهاش فنيات ملموسه وكرات عرضيه وحد بيطلع وخلاص على كده، هي العبره بالجماليات والعبره بالامتاع، ولا العبره بالنتيجه فبالتالي بالخواتيم؟ لا، هي كره القدم، انا بقول الكلام ده على فكره من زمان قوي يعني. كره القدم اتعملت عشان الامتاع، زي ما انت بتاخد زوجتك وتروح في مسرح تسمع مزيكا حلوه، فانت بتاخد زوجتك واولادك بتروح ملعب تتفرج على الفريق اللي انت بتنتمي ليه لابس الشعار بتاعه، بتشوف فرقتك وهي بتادي اداء ممتع، فانت قاعد مش كل كره تيجي جول، فانت الجمله اللي بتتعمل بتشوف مدى فكر اللعيبه، مدى روحهم القتاليه، مدى ادائهم الفني، مش كل كره النتيجه بتبقى فيها هدف، فانت رايح علشان الاستمتاع من خلال المتعه، بتحب ان فرقتك برضه تكسب. هتكسب ازاي من غير اداء؟ انا بستغرب ساعات من احيانا ان حد يقول والله انا يعني مش مهم الاداء، المهم النتيجه. طب ما النتيجه هتيجي ازاي من غير اداء؟ ما انا يعني لو ما فيش اداء هكسب ازاي؟ خصم او منافس بيلاعب منافس لازم يبقى فيه خطه وخطه مقابله. انا بشوف نقط الضعف ايه ونقط القوه ايه؟ وبعدين انا بحاول ان انا استغلها. فطبعا الكلام ده لما تبقى الكره عشوائيه الناس ممكن تمل ما تروحش الملعب، انا ايه اللي هيخليني انزل من بيتي وادفع تذكره واروح وعلشان اقعد في المدرج على واشجع ولابس الشعار الكره الحلوه لواحد بيلعب يعلي كوره وما فيش حاجه وفي عنف وفي ضرب واحد ودم لا الكوره مش كده، الكوره اتعملت للاستمتاع ما اتعملتش لحاجه ثانيه. طبعا الاستمتاع مع الفوز، ان انا بحب فرقتي واحب انها تكسب. طب فرقتي ادت اداء رائع ثم ما فيش نتيجه، ما كسبوش الماتش ده، اسيب فرقتي؟ لا، متعوني كوره، المكسب هيجي بعد كده طول ما انا ورا فرقتي. عشان كده دايما بنقول جمهور النادي الاهلي رقم واحد مش 12، فده اللي بيخلي ان انا انزل اروح. ان انا احيانا كتير على فكره كنا في النادي ناخد بطوله وتبقى الناس زعلانه مش مبسوطه. طب اقول لك حاجه، المنتخب مصر مع كوبر مش رحنا كاس العالم؟ الناس كانت مبسوطه؟ ما كانتش مبسوطه. ناس كتيرة جدا شغالين في المهنة، والجمهور العادي اللي بيقعد في القهوة واللي في البيت ما كانوش مستمتعين. الراجل بيلعب على المرتدة وبيدافع، مش دي الكرة بتاعت المصريين. صحيح. احنا حضرتك شعب نحب الأكلة الحلوة، ونحب الشكل الحلو، والمزيكا الحلوة، والمنظر الحلو، احنا شعب راقي، شعب 7000 سنة حضارة. بنحب دايما الحاجة الجميلة، أي حد من أوروبا يحب أكلنا. يحب الجو بتاعنا، يحب المنظر بتاعنا. في الكرة بتاعتنا كده. كوبر لما جه ادانا حاجة تانية خالص غير أكلتنا. مش كده؟ كلنا بنحب الملوخية والكشري. المهم إن إحنا دلوقتي يعني ماشيين كده بشكل يعني الله أكبر، عشان ما حدش يقعد يقول نحسد نفسنا، بس يعني فعلا ربنا يزيد من بطولاتنا وأداء زي ما يعني هنختم هنقول فعلا أداء محترم جدا 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 سواء من اللعيبة أو الجهاز الفني. حقيقي إحنا كلنا فخورين باللي إحنا بنشهده من بطولات، بطولات ما جاتش بسهولة، بطولات جت بتعب كبير جدا وضغط كبير جدا طبعا. وزي ما حضرتك ذكرت إصابات وغيابات وتغيير كمان في الجهاز الفني، ولكن كل ده كان بالإيجاب، فالحمد لله يعني انعكاسه بالإيجاب على الفريق، ودينا بنشوف اهو البطولات في يعني حوزتنا او في دولاب الاهلي، فدي حاجه عظيمه، وان شاء الله اللي جاي الرباعيه والخماسيه زي ما بيقولوا. الوقت جري يا كابتن عادل، نورتنا، ربنا يخليك، ربنا يشكرك، نلتقي على خير ان شاء الله على قريب باذن الله، واحنا بنناقش المزيد من النجاحات والبطولات مع النادي الاهلي باذن الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.